للمزيد حول آخر التطورات الأمنية ينضم إلينا الخبير الأمني الأستاذ سرمد البياتي. سيد سرمد مرحبا بك. يعني تطور خطير هذه المرة بالهجوم على قاعدة عين الأسد بطائرتين، لا نعلم إن كانت مفخخة أو لا، سنعلم ذلك من عندك، لكن التطور هو إسقاط هذه الطائرات. منظومة الدفاع الجوي أسقطت هذه الطائرتين، كيف تقرأ المشهد؟ يعني تصاعد الهجمات بشكل كبير بعد تحذير أمريكي من مسؤولين أمريكيين من استهداف القواعد بطائرات مسيرة. يعني احنا المشكلة أخي العزيز ما أعرف من نبدي، نبدي من 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 الشمال، نبدي من الغرب، نبدي من عمليات الدوز، نبدي من كركوك. يعني الأحداث الأمنية في تصاعد ومشكلة كبيرة يعني. لكن يمكن راح نختص بهذا اللقاء حول موضوع ما جرى في قاعدة عين الأسد. نعم، كان المتوقع يعني على الأقل، يعني كل شخص إلى رأيه الخاص. أنا كنت أتوقع بعد اجتماع اللجنة الفنية يوم أمس مع اللجنة الفنية الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف الدولي، توقعت أن يحصل ضغط مهما ستكون النتائج، علما أن النتائج كانت إيجابية. سوف تنسحب القوات البرية، سوف يكون لقاء بعد شهر، البيشمركة كانوا حاضرين أيضا، يعني أيضا مشمولة قاعدة حرير، يعني كل الأمور كانت إيجابية. لكن وصلنا إلى الساعة 30 بالتوقيت العسكري، بعد يعني 30 يعني 12 ونص ليلا، أغار الطائرتين مسيرة على قاعدة عين الأسد، بالإضافة إلى تزامنا بالمناسبة مع صاروخ لم تعلنه الخلية على قاعدة فيكتوريا. أعلن الجانب الأمريكي الناطق باسم قوات التحالف موراتو، أعلنه يعني في تغريدة واضحة، وسماه مركز بغداد للدعم الدبلوماسي، وهذا مركز لم نسمع به حقيقة، يعني أول مرة ينطلق مثل هذا اسم هذا المركز. يبدو أنه يعني أراد إضفاء الاشتراك على هذا المركز عندما قال الدعم الدبلوماسي لبغداد. أي مركز بغداد للدعم الدبلوماسي حقيقة. يعني إحنا المشكلة، أنا استفسرت من كثير، يعني المشكلة ما استطعت أن أحصل جواب شنو هذا المركز. طيب، شنو طبيعة عمله؟ سيد سرمد، حتى يعني هل هنالك اسم آخر إلى جزء بالأحداث الكثيرة التي حصلت أمس؟ نعم، واليوم. نعم، دعنا يعني نتحدث عن قاعدة عين الأسد. الاستهداف، ماذا قرأت في هذا الاستهداف؟ المسيرة اعتيادي مفخخة، ونبهنا يمكن وقلنا هنالك عدة طائرات مفخخة قد تكون دخلت العراق، مسيرات مفخخة. فإن كانت هذه، مكان الانطلاق لحد اللحظة مجهول. الأمريكان الأسبوع الماضي إذا تتذكر قاموا بعدة عمليات يعني حول منظومة السيرام، وأضافوا رادارات منخفضة التردد للأهداف المنخفضة في حرير وفي السفارة وفي قاعدة عين الأسد، وأجروا تدريبات، وأيضا ضمن نطاق الـ 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 الخليج أيضا أجروا مثل هذه التدريبات، لأن توقعوا أن حربهم القادمة يعني أو استهدافهم سيكون عبر طائرات مسيرة. فعلا تم استهدافهم عبر طائرات مسيرة مجهولة الانطلاق. لحد الآن لا أحد يعرف من أين انطلقت. فإذا انطلقت من الداخل العراق فتلك مصيبة، وإذا انطلقت من خارج العراق فالمصيبة أكبر طبعا، لأنه هذه المشكلة يعني ما حد يعرف. يعني أنا أتوقع أنهم إذا عثروا على الحطام أو عثروا على الحطام ممكن أن يدرسوا ويعرفون مدياتها، لأنه حتما من خلال المحرك ومن خلال النظائر راح يعرفون هذه المديات مالتها. ممكن أنه تبين يعني بالتحليل. طيب، والتصوير. نعم سيد سرمد، في ظل يعني ضعف المنظومة العراقية في رصد هذه الطائرات، أو سواء دخلت يعني من خارج العراق أو من داخل العراق، هناك ترجيحات أمريكية بأنه سيكون هناك رد، وربما سيكون الرد عنيف بانتظار موافقة بايدن كما ذكرت التقارير الأمريكية الأسبوع الماضي. هل تتوقع ردا عنيفا على هذه الهجمات لتقليل منها؟ لا 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 لا، هذه صار لنا 5 أيام ينتظرون توقيع بايدن. الديمقراطيين ليسوا
صداميين بهذا الشكل يعني. لكن أنا أتوقع أولا داخل المدن ما يقدرون يضربون المقرات، وهي المقرات مهمة داخل المدن، فراح يضطرون يضربون قطعات قد تكون في الصحراء. لكن أيضا أكيد الطرف الآخر عمل تمويه وغش واختفاء، فلذلك من أجل أن لا يكونوا هدفا سهلا للطائرات الأمريكية. لكن يعني أنا أتوقع أنه هذا يعني هذا الكلام سمعناه كثيرا فلا يعول عليه، يعني ينتظرون توقيع بايدن وقبل 5 أيام منتظر بنك الأهداف، هذه لا أتوقع أنه يعول عليه، لأنه يعني أتوقع ستتطور الأمور كثيرا إذا حصلت مثل هذه الضربات. هذا التطور يعني لو حصل ممكن هنالك أن يؤدي هنالك إلى من الطرف الآخر، هنالك أستاذي اسمح لي، هنالك من الطرف الآخر من قال إذا اعتدت أمريكا سنحرق الأرض تحت أقدامهم. هذا الكلام ليس رسميا، لكن تعرف العراق كل شيء بيه، وتصل هاي الرسائل من هنا ومن هناك، فلذلك هذا الكلام. فأنا يعني ربما هي وسيلة ضغط راح يصير تصاعد خطير. شكرا جزيلا لمشاركتك طبعًا معنا. طبعا يصير ضغط، راح يصير تصاعد خطير أخي. نعم سرمد البياتي الخبير الأمني، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.